أعزائي الطلبة، سعيد بلقائكم مرة أخرى. تحية خاصة لكل التلاميذ اللي في الحقيقة توحشتهم، لأن ربما الظرف طارئ، ولكن نحن معكم الحمد لله، فالتواصل مستمر بفضل من الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى مرحبا لكل طلبة المغاربة في قناتكم فرد رشلال. إذن بالنسبة لكابسول ديال هذا المساء، غادي نتناولوا فيها يعني الجواب ديال التمرينين اللي هما قدامكم، اللي هما راه موضوعين في كابسول بوحدها كتمارين، يعني باش نحاول ما امكن نشرح مرة اخرى للطلبة الجدد اللي التحقوا بالقناة. الى بغيتوا يعني تشتركوا مع الجروب فرد رشلال اللي هو في الواتساب، ما عليكم الا تخليوا التعاليق ديالكم، الاسم ورقم الهاتف اللي انضمكم الى الجروب باش توصلوا بالوثائق باش يمكن لكم تتبعوا معنا. اذا غادي نمر الى تصحيح الوثيقه الاولى. اذا هنايا عطاونا رسمين مختلفين الشكل الف واثنان، السؤال قال لك اعطيني المفتاح للوثيقه. اذا هادشي اللي غادي نشوفه. إذن للإجابة على السؤال رقم واحد، إذن هنا عطونا وثيقتين شكلين لمظهر السركومير، الشكل واحد والشكل اثنان. إذن بالنسبة للمفتاح الوثيقة، بالنسبة لواحد فهي خيوط الأكتين، جوج الميوزين، بالنسبة لرقم ثلاثة الحز زد، أربعة السركومير، خمسة الشبكة السركوبلازمية، ستة شريط قاتل. إذن بالنسبة إلى الشكل رقم واحد فهو كيمثل الليف العضلي في حالة تقلص، لأن غادي تلاحظوا على مستوى الشكل رقم واحد هو تقصير المنطقة أش. أما بالنسبة للشكل رقم اثنان فهو كيمثل الليف العضلي في حالة راحة. إذن أشنو هو التعليل ديال أن الليف في حالة تقلص؟ إذن هو ناتج عن تقصير الساركومير، إذا لاحظتوا المقارنة بين الشكلين. الو بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو حديد التفاعل الكيميائي لحل مائة الـ ATP، إذا التفاعل هو الـ ATP يعني في وسط مميز، إذا زائد H2O كيعطينا الـ ADP زائد الـ PE زائد طاقة. إذا هذه الطاقة إلى تذكرتوا الدرس ديال العضلة هي اللي كتمتص من طرف رؤوس ديال الميوزين، إذا الطاقة اللي كتعطينا من بعد كتحول إلى يعني طاقة ميكانيكية. إذا هذا هو التفاعل ديال الحماءة. بالنسبة للسؤال الثالث أو الثالث، كيف يتطور تركيز المركبات الثلاث؟ إذا هنا عندنا ثلاثة مركبات في الوثيقة رقم جوج اللي هما يعني الـ ATP والـ PC اللي هو الفوسفوكرياتين، والـ PE والفوسفور غير العضوي. ولاحظتوا في الوثيقة إذا مشينا من 0 سكوند 75 سكوند 225 سكوند الى 8 ديال الدقائق، ماذا نلاحظ؟ اذا هنا بالنسبه ل 75 سكوند تقريبا واحد الدقيقه و15 سكوند، 225 سكوند تقريبا 3 ديال الدقائق فاصلة 75 الى الوصول الى 8 ديال الدقائق، ماذا نلاحظ؟ اذا خلال المجهود العضلي الى لاحظوا الوثيقه يبقى تركيز الـ ATP ثابتا. إذا المسألة مهمة جدا. ويزداد تركيز الـ PE الفوسفور الغير العضوي لينخفض تركيز الفوسفوكرياتين. إذا بطبيعة الحال المسألة اللي ما مطلوبهاش منكم أن خلال المجهود العضلي يعني رغم استهلاك الـ ATP من خلال الحلمة ديالها لإنتاج الطاقة، فإنها كذلك تجدد بطرق اللي بين هنا ديجا طرق اللي هو استهلاك الفوسفوكرياتين اللي هي مادة غنية بالطاقة اللي كتفعل باش تعطي العضلة الطاقة في حينه.
اذا بالنسبه للسؤال الاخير، اذا السؤال الاخير قال لك بتوظيف معلوماتك ومعطيات التمرين فسر التطور الملاحظ في تركيز المركبات المفصله اثناء المجهود العضلي. اذا هذا السؤال هو من النوع اللي بعض الاخترات كيتيهوا فيه الطلبه اعزائي، يعني انه هنا قال لك مستعملا معلوماتك، اذا ما خصكش تدخل في يعني متاهات واعطاء يعني معلومات اللي هي ما عندهاش علاقه بالتمرين. اذا هنا غادي نشوفوا اشنو هو المشكل اللي كاين عندنا على مستوى الوثيقه رقم 2، هو ان الاتيبي التركيز ديالها تبقى ثابت، وان تركيز الفوسفوكرياتين كينخفض وارتفاع تركيز الفوسفور الغير عضوي. اذا غادي نضيفوا معلومه من عندنا اللي قريناها بطبيعه الحال في الدروس ديال العضله باش يمكن لينا نجاوبوا على السؤال رقم 4. اذا التطور الملاحظ في تركيز المركبات المفصفره اثناء المجهود العضلي. اذا ديجا في التمرين عطاونا واحد المعلومه تؤدي حلمات الاي تي بي الى ترفيع الى ارتفاع تركيز البي اي الفوسفور الغير عضوي وانخفاض تركيز الاي تي بي. التفاعل، اذا هذه المعلومه اللي غادي نضيفوها، ان الاي دي بي تتفاعل مع الفوسفوكرياتين وكتعطيني تجديد الاي تي بي زائد الكرياتين. اذا يؤدي، اذا هذا التفاعل يؤدي الى انخفاض تركيز الفوسفوكرياتين وتجديد الاي تي بي، مما يؤدي الى ثبات تركيز يعني هذه الاخيره او تركيز الاي تي بي. اذا هذا هو المطلوب في السؤال رقم 4. اذا هذا هو ما يتعلق كجواب بالنسبه للتطبيق الاول، من بعد غادي ندوزو للتطبيق الثاني. الو بالنسبه للتطبيق الثاني، اذا هنا بطبيعه الحال غادي ترجعوا للوثيقه اللي شفتوا ديجا. اذا هنايا تلخص الوثيقه رقم 1 بعض الطرق الاستقلابيه المسؤوله عن انتاج الطاقه اللازمه لتجديد الاي تي بي داخل العضله الهيكليه المخططه. اتمم هذه الخطاط المبينه بالوثيقه 1، وذلك باعطاء الاسم المناسب لكل رقم مبين على الوثيقه محاط بدائره. اذا هنا عندكم مجموعه الارقام، اذا هنايا غادي تكونوا ديجا شفتوهم عندكم في التمرين في الفيديو السابقه. اذا نرجعوا ليها باش تشوفوا المعطيات ديال التمرين. الو بالنسبه للاجابه، اذا هنا اتمام الخطاطه بالوثيقه رقم 1، اذا هنا عندي واحد المجموعه من الاعداد من 1 حتى 10. اذا الى رجعتوا للوثيقه غادي تلقاو بان 1 يرمز الى الحيز زد، بالنسبه للرقم 2 يعني كيشير الى الشبكه الساركوبلازميه كما كتلاحظوا في رقم 2 هناك ايونات ديال الكالسيوم، 3 خويات الميوزين، 4 خويات الاكتين. بالنسبه لرقم 5 فهو غشاء سيتوبلازمي ديال اللي في العضلي او ما يسمى بالساركوليم. الو بالنسبه لرقم 6 فهي تشير الى جزيئه الاي دي بي، بالنسبه لرقم 7 الى جزيئه الاي تي بي، بالنسبه لرقم 8 كيعبر على ظاهره التخمر، اما بالنسبه لرقم 9 فيعبر على ظاهره التنفس الخلوي بطبيعه الحال. رقم 10 يشير الى جزيئه الاي ام بي ادينوزين مونوفوسفات. اذا هذا هو بالنسبه الارقام اللي كتوافق يعني الخطاطه بالوثيقه رقم 1. الان ندوزو للسؤال الثاني، قال لك حدد صيغه التفاعلات الف باء وجيم. اذا بالنسبه لالف فهو تفاعل يعني تفاعل جزيئتين من الاي دي بي، اي دي بي زائد اي دي بي كيعطينا الاي ام بي زائد الاي تي بي، اذا فهو تفاعل اللي كيمكن الليف العضلي من تجديد الاي تي بي. بالنسبه لباء فهو تفاعل جزيئه الاي دي بي مع الاي سي بي اللي هو الحمض الفوسفوكرياتين اسيد فوسفوكرياتين اللي غادي يعطيني لا كرياتين زائد جزيئه الاي تي بي.
بالنسبة للتفاعل الموافق للجين فهو الـ ADP زائد الـ PE تعطي لـ ATP اللي هو كفاسفور الـ ADP. إذا هادو أسئلة اللي هي بسط أعزائي الطلبة، ولكن أنا درتها في سياق أن هاد المسائل خصك تكون واجد أنك كمعلومات عندك، يعني في انتظار نديرو تمارين اللي غادي تكون تمارين مركبة وغادي نحتاجو لكل هذه المعلومات. إذا مرة أخرى أعزائي الطلبة تتوجه لكم مرة أخرى إلى بغيتو تنضموا إلى المجموعة ديالنا فرداري شانيل، ما عليكم إلا ديروا وتصيفطوا الأرقام ديال الواتساب ديالكم في التعليقات باش توصلوا بالوثائق لمتابعة معنا يعني التمارين. أتمنى لكم التوفيق، مزيد من العطاء، طابت أوقاتكم بكل خير، وإلى اللقاء.